كيفكم؟ شو اخباركم؟ ما قلت اليوم مساء الخير او صباح الخير. يا مساء الخير او صباح الخير، المهم الوقت اللي انتم بتشوفوا المقطع هذا. طيب قبل ان نبدا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. طيب اليوم مقطعنا رموز اكواد سريه في بابا اليوم. دحين شوفوها هذه الاكواد، دحين اوريكم هي. وانا جايبت لكم كده اكواد شفتها غريبه عجبتني، غير اللي هم حطوها لي هي عجبتني جديده. فانتم شوفوها الحين قولوا لي ايش رايكم فيها، واذا تبوا جزء ثاني قولوا لي. واذا هي اكواد انتم عارفين حقت ايه اكتبوا لي برضه في التعليقات انه هذه الاكواد حقت الشيء هذا ولا الشيء هذا. اوكي قبل ان نبدا المقطع لا تنسوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتفجروا المقطع ده وترسلوه لكل اصدقائكم. شوف الأكواد اللي عندنا اليوم، نبدأ بالأكواد الأساسية. الأكواد الأساسية هذا أول واحد، خلينا نشيل الشعر عشان يبين. دقيقة، فين الشعر؟ سامعين الصوت؟ سمعتوا الصوت حق ديك اللي طلع لما لبسته؟ هذا أول كود معانا. طيب صوت سامعين، سامعين صوت الديك؟ هذا اول كود معانا، فهو صوت الديك اللي في الكود هذا. طيب بس هذا كود ايش بالضبط انا ما ادري، يعني سامعين كيف بتطلع اصوات مره خطير. طيب دحين اوريكم الكود اللي سامعين الصوت. هيا نشوف تاني كود، تاني كود معانا هذا. بس خلينا نشيل ده حق الدجاجة. اوه الشعر وين؟ ما حط له اي شعر، بس شكله يصير حلو. سامعين الصوت؟ سمعتوا الصوت اللي طلع الكود؟ دحين تسمعوا الصوت مرة ثانية، في أصوات من جد رموز غريبة وجديدة. شوفوا شايفين؟ هذا هو اللي بيطلع هذا الصوت، هذا تاني رمز أو كود. طيب نشوف الكود اللي بعده. طيب شايفينه؟ سامعين هذا الصوت اللي بيطلعه هذا إيش اسمه؟ هذا الكود الغريب. سامعين كيف الصوت؟ طيب انا دحين اعطيكم الاكواد اللي عندي وبعدين نكمل الاكواد هذه الثانيه. شوفوا هذا الكود، والله غريب، ما ادري هو فين في انمي ولا ايش بالضبط، ما ادري حق ايش بالضبط هذا الكود، بس مره غريب. شوفوا كيف شكله، انا احط لكم الاكواد الجديده وبعدين الاكواد هذه اللي انا حاطه. شوفوا الشكل، ما ادري حق ايش، بس والله اشياء مره غريبه انا شايفتها قلت لا لازم اوريكم هي. طيب نشوف كمان حاجه ثانيه، شوفوا هذا. برضو هذا حط لكم كله هذا بالترتيب وتشوفوا اذا انتم حابين. شوفوا ده لازم اشي، شوفوا هذا اللي فوق الراس. انا بشوف هذه الاشياء كلها ترى عند الاجانب على طول بيستخدموها، وانا اقول كيف وهذا، بس يوم اني بحثت ودورت لقيت الاشياء هذه. طيب خلينا نشوف كمان اللي بعده، باقي كودين من الاكواد السريه. شوفوا هذا، هذا احس حق انمي، ما ادري بس انمي ايش بالضبط ما ادري. شوفوا كيف الشكل. طيب نشوف اللي بعده، شايفين كيف مطر علي وزي كذا، والله مرة حلوة الأشياء مرة. اليوم جايبت لكم أشياء مرة خطيرة وفنانة. طب هذا خلاص الشيء المزعج خلاص نشيله. طيب ونشوف اللي بعده،
شوف ده ايش، واو، هذا اصلا هذا اللي شفته، هذا اكتر واحد شفته عندهم. فبس شوفوا، استني، شايفينه برضو ده، احس برضو حق شو اسمه، كلها احس انها حقت انميات، ما ادري ليش. انتم مش رايكم شايفين ان هذه الاشياء حقت انميات ولا لا؟ شوفوا هذا، هذا حق الهاكر، ايوه هذا اللي من اول ابغى اجيبه، هذا حق الهاكر، شايفين كيف؟ اذا تبي ترجع احد تسوي انه فيها هاكر وكذا، مرة يطلع احس حلو. شوف كذا، خليني اجيب وجه كذا غريب كذا، ايوه واو، شايفين كيف اللوك؟ مرة اللوك يخوف. طيب ايش كمان باقي؟ احس اني خلاص اديتكم كل الادوات. اشوف هذا استخدمناه، يا استخدمناهم هذي الاشياء. طيب نشوف كمان هذا استخدمناه ولا لا، نشوف ده كلها خلاص استخدمناها. طيب باقي الأشياء الجديدة، الحين أجيكم هي، باقي شيئين من الأشياء الجديدة، باقي هذا. طيب الحين نشوف، دقيقة بس خلينا نشيل هذا الأمطار عشان نشوف هذا إيش. هذا سماعة، شايفين سماعات، هذه سماعات، هذه من الأشياء الجديدة اللي موجودة السرية. طيب باقي باقي آخر حاجة معانا، آخر حاجة معانا، نشوف آخر حاجة معانا، هذه آخر حاجة معانا، شايفينها؟ شايفين كيف؟ سامعين الصوت؟ كأني قاعدة أشرب أو شيء، مدري. الحين تسمع الصوت مرة ثانية يجي. هذه الأكواد حتكون أصلا في بس ما بالبيت، يعني لأنها شغالة هنا، سامعين؟ شربت مدري كيف، مرة والله حاجات حلوة بس وبس. والله هذا مقطعنا لليوم، مرة عجبتني هذه الأكواد السرية، عجبتني أكثر شيء. وبس والله هذا مقطعنا اليوم، في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا هذا المقطع لازم تفجروا لايكات وتعليقات، وهذا لأنه متعوب عليه، مرة مرة متعوب عليه، يعني أشياء ما هي موجودة في ولا مكان، يعني ما شفتوها في ولا مكان، أشياء جديدة حصرية عندي. فوصلوا المقطع 100,000 مشاهدة، وانشروك عندكم، عند أصدقائكم، صاحب، عند كل الناس اللي عندكم، قرايبكم. وبس والله، ومع السلامة. هحط لكم الأكواد هنا في نهاية المقطع، هحط لكم كل الأكواد هذا الجديدة. أول شيء هخليها الحال، والأكواد اللي أنا جايبتها كمان برضو هخليها الحال عشان إذا كنتوا حابين تستخدموها. ومع السلامة.